مع الصين. إلى أخبار يا هلا، ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين سرقا عددا من السيارات وارتكبا جريمتي سلب، وأكدت أن المتابعة الأمنية أسفرت عن استرداد 25 مركبة سرقها المتهمان. أسفرت المتابعة الأمنية لشرطة منطقة مكة المكرمة عن استرداد 25 مركبة مسروقة والقبض على سارقيها مواطنان في العقدين الثالث والرابع من العمر وارتكاب حادثتي سلب، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.